تعمل عزومة وصفرة وأصناف كتير، مشوي ومقلي وكمان الحلويات، كل اللي نفسك فيه عندنا هتلاقيه. أهم من الشغل إيه؟ ظبط الشغل. شايفين مائدتنا على في رمضان عامرة، احنا هنا في كلمة أخيرة لكن معانا كل نجوم سفرة. أنا أكتر حاجة معجبة بيها البتاعة دي، والنبي يعني هات لنا كده من هاد عشان نشوف كلمة أخيرة، كنافة مكتوب عليها كلمة أخيرة مع لميس الحديدي. شكرا لسفرة اللي عملت لي، وطبعا شيف هنو اللي زوقت لي ده، ومعي الأكيل الفنان مراد مكرم هياكل معايا النهاردة. ومراد انت مش هتدوق معايا بس، انت هتقدم لي نجوم سفرة اللي هيكونوا معانا موجودين طوال الساعة القادمة في فقرتين، فقرة معانا نجوم وبعدين ينضم لنا نجوم اخرين. قولي بقى. هبتدي الاول بنجوم مش معانا ومش هيحضروا معانا، وللأسف او يعني هو طبيعة شغلهم كده ان هم مش بياخدوا الكاميرا عمرهم، ولكنهم جنود مجهولين مهمين جدا لسفرة، وهم مساعدين الشيفات في المطبخ. ايوه السو شيف ده مهم جدا. السو شيف ده اساس يعني جداً. الشيفات يقولوا لنا هم اساس كل شغل يعني طبعاً. فمعانا عايزين نحيي شيف ابو عبيده، شيف امين اسماعيل، شيف احمد نوري، شيف احمد عادل، وشيف اسلام احمد. دول الاول عشان ياخدوا حقهم قبل رمضان، وبالذات انهم تعبوا قوي في تسجيل الحلقات بتاعت رمضان. هنبتدي طبعا على اليمين، انا اسف، نبتدي باليمين. شيف نجلاء الشرشابي مش اللي هقدمها، بس يعني على قد الايد. المره دي الجديد في رمضان ان هي هتعمل اكله من كل محافظه، وبرده على قد الايد، برده على قد الايد. لما تساليني انا اقول لك شيف نجلاء الوحيده اللي بتقول على قد الايد، وتبقى فعلا على قد الايد. ساعات يقول لك كده على قد الايد هنعمل لكم حاجه رخيصه، وتلاقي حاطط لك افوكادو وحاطط لك ويقول لك موجوده في كل بيت. هو ايه اللي موجود في كل بيت؟ انما شيف نجلاء لما بتعمل حاجه بيبقى فعلا على قد الايد وفعلا موجود في كل بيت. هي لو تحب تقول حاجه عن برنامجها هنشوف، هنتكلم لازم على البرنامج بس نقدم للناس كلها بعد كده. شيف انا يعني دايما شهادتي مجروحه معايا، لان انا بحبه حب شخصي جدا. انا دايما بسميه برانس شارمون بتاع القناه. برانس جدو عماد عامل حاجه استنيناها كتير قوي، هو مستنيها من 2014 2015، صح؟ من 2014 2015، انه يعمل حاجه لتعليم الاطفال البيزكس بتاعه الطبخ. يا سلام. وده الجديد في رمضان، جدو مع جدو عماد. وبيتهيألي ما كانش حد ينفع يعملها غيره يعني فعلا جدو بقى وحاجات كده. جدو تحية ليك الشيف عماد الخشتو، وطبعا والد الفنانة مريم الخشتي. لازم اقول طبعا صديقتي. لا هو هي اللي بنتي. هي اللي بنتك. ايوه مظبوط. صحيح. هم ادوني الكروت اصل كلها نرمين. طيب بدور على الكارت بتاعي. كان نرمين طبعا. يعني نرمين هنو بقى. الهانم. نرمين هانم هنو. كلمي انت على برنامج مش لاقي الورقه. صالون هانو لاول مره بتستضيف عائلات، صح؟ انا فاهم صح. عائلات واصحاب. اوكي. بيعملوا الطهي والكلام مع بعض في البرنامج. واما الاستاذ هشام حبيبي وصديقي حبيب قلبي، الاكبر سر يعني ما اعرفش، مش ناس كتير تعرفه. انا في رايي ان هو اشهر وامهر شيف سي فود في مصر. شكرا. واللي يضحكك انه ما بياكلش سي فود. ايه ده؟ بتعمل حاجه ما بتاكلهاش؟ عندي حساسيه من القشريات يعني. طب وازاي انت اشطر واحد بتعمل سي فود؟ ما انا ممكن ادوق بس ما اقدرش اكل كتير، الحساسيه بتزيد بس ممكن ادوق. ليه طيب اخترت السي فود اذا كنت بتحب؟ علشان انا اشتغلت في البحر فتره طويله قوي، يعني 3/4 عمري كنت شغال في البحر في الغطس والمراكب، فعشان كده حطوني في الحته بتاعه السي فود. بس انا
رمضان ده بقى ان شاء الله بالظبط كده هعمل قعده صحاب وحواري الناس ان انا يعني هعمل اكل غير السي فود خالص. وسمعت غير سمعت ان انت عامل قعده صحاب في الهرم يعني الهرم الخلفيه هي الهرم الهرم ده مكان رائع خطير انتوا بتخرجوا سفره يا جماعه هذا العام في ثوب جديد سفره جديده خالص في رمضان وبتخرج بره الاستوديوهات واقدم لكم بقى مراد مكرم مراد مكرم الاكيل اللي ما بيطبخش ولكن بياكل وزي ما انتم شايفين رشيق رشاقه رهيبه وهيكون معانا طبعا في سر الهي مش كده سر الهي ممثل وهبقى ضيف في كامل العدد زائد واحد وفي كامل العدد زائد بس زائد ضيف صغير يعني بس هو الاساس ده سر الهي لا ففي هيكون معانا في سر الهي عندكم على لا, أيوة. لا, لا لا على سي بي سي احنا معانا كامل العدد كامل العدد كامل العدد عندنا صح. عندنا صح. لكن ايضا له هيقدم في رمضان برنامجين الاكيل وهيخرج بيه في الشوارع بقى في كل مكان وهتقدم ساعة ونس ايه الفرق بين الاكيل وساعة ونس الاكيل جوه مطعم ومعايا احد اصحابي النجوم هم اربع حلقات كل حكايه واحده في الاسبوع وساعة ونس برضو اربع حلقات واحده في الاسبوع بيتهيألي هتبقى الجمعه ده جوه الاستوديو بقى معانا نجوم هيبقى هوا ومعانا نجوم فنانين ونجوم مش فنانين وفي طبخ يعني تركيبه كده وفي رغي وفي ضحك اذا كنت يا مراد ما بتطبخش ايه علاقتك بالاكل وتعمل الاكيل فكره اللي هو التيستينج مان يعني هرد عليكي قول الناقد السينمائي بيعرف يمثل يعني لا مش دايما بيمثل النقد حاجه دي مهنه والتمثيل كريتيك فوق بالظبط كده ودي مهنه وللعلم انا عامل الفود كريتيك كهاوي في ناس دارسه يعني في ناس انما ربنا مديني باكل الحاجه بعرف فيها ايه وناقصها ايه وعامل ايه ده حاجه كده هبه من عند ربنا انما في ناس دارسه وممكن يبقوا احسن مني يعني بس هو انا عشان كان اول واحد اول برنامج على قناه مفتوحه من 10 سنين احنا دلوقتي في السنه 11 فهو ده كان البوم بتاعي يعني. طب يلا نبتدي بالاكل انا هودي الورق ده عشان هنا هاكل بشوكه وسكينه خلاص مفيش ورق يا جماعه انا عايز يا شفات اتفضلوا قول يا مراد هي ليه كل حاجه الكدابه نبتدي بالكدابه نبتدي بالكدابه الشيف نجلاء نبتدي بالكدابه قولي لي بقى نوجه كده ايه بقى الكداب اللي هنا عندنا الاثنين اللي هو ايه ده حمام كداب وده بفتيك كداب حمام كداب وبفتيك كداب يعني ده مش حمام ده عامل نفسه حمام يعني ايه يعني بالله فرخ وعامل نفسه حمام بالله عليك يعني ايه عامل نفسه حمام يعني راس الحمام اهي ودي جسم الحمام ومحشي رز وده فرخ هات يا ده ورك فرخ بقى ناكل ده ورك فرخه ده ورك يعني بس الاطباق بسرعه طبعا هيكون فرق السعر فظيع لما تعملي فرخه من طب يعني ثواني وبتحشيه بقى محشي رز عادي زي الحمام بالظبط اوكي لما يكون نفسك في الحمام وتعملي ورك الكداب ده خلاص خلصت تمام وايه تاني الحمام غالي طبعا شكله الحمام فهنا طبعا ده بقى بالشكل والمضمون برده مش فانتي فراخ بس ايه حشيها ايه حشيها رز عادي عايز حشيها بتاعك لازم يكون مستوي وبعدين بيشوي بعد كده اسهل من الحمام كمان طيب اهم حاجه راجل بقى معلش حسي هبتدي دوق لا انت بس هو برد كمان خلي بالك هو برد شويه سكينه اهو في سكينه اهو استنى هو برد كمان هي مش هتدوق اكلها يعني مش عارفه هتدوق اكلها هتدينا فخ ولا طب هي بيز فراخ صح؟ انا من امتى وانا بدوق؟ بيز فراخ دوق يا مراد عشان انت اللي هتعرف يعني هو انا لو ما عجبنيش اقدر اقول حاجه مثلا تختلف تطلب راسي بس تخلي الحشو حلو ما يقدرش ثواني ثواني الحشو يا مراد الحشو حلو طبعا بصي ممكن اقول لك حاجه انه مشكله الفراخ اللي بتتحشي دي بقى بتتحرق لا كده بقى اللي بتتحرق دي بتتحشي ان ممكن الحشو ده يبقى ملبك يعني فاهمه ازاي مش هو الرز اصلا بيكون مستوي يعني انت بتحمر البصلايه مع الرز كده وعايز تشربه شويه بس الحشو نفس حشو طعم الحمام بالظبط هو ده طعم الحمام بقى والورك يتبل والورك يتبل زي الحمام قولي لنا سر الحشو اهم حاجه بس ان هو يتخلي صح يعني لازم يتخلي كل العظم اللي فيه ويتساوي العظمه دي كانها راس الحمامه كده بالظبط وتساوي الرز وبعدين يتحشي جوه ما بين اللحم بقى وبين الجلد كده وجواها بس لازم تاكله بالجلد ما دي مشكله يعني ما باكلش جلد الفراخ مش لازم ليه لازم الرجيم قال يعني الدايت خلاص طيب وده لحمك بفتيك كداب ده لحمه مفرومه
وبنزودها بقى شويه حاجات كده بقصوص. ايه ده مش مفتيك؟ مفتيك اصلا؟ لا هو بص الكاميرا دي معرفش بقى. كاميرا يا جماعه، الكاميرا يا هاني، معرفش الزوم يجيب ده كله. اه اهي استنى اجيبها كده. اه اهي هي كمان فيها كذا ميزه دي، يعني هي مش ميزه اللي هي ازاي؟ اه لها مفرومه ومتبله كويس قوي، وبعدين محطه في بقسماط. ايه ده؟ دي بنت عم بوفتيك. اه بالظبط. اه بنت عمه بالظبط. وهي بقى الميزه بتاعتها كمان انك ساعات بجيب بوفتيك بيشد منك. طب ازاي اللحمه المفرومه لما بتحطيها في البيض والبقسماط وكده ما بت ما انت الخلطه بتاعتها بقى، يعني ما بتحطلهاش سوائل خالص، يعني بحط لها بيضه بقسماط ناعم و بصل بودره وبطون بودره والكلام ده كله، تبله حلو قوي، وبعدين بطط فدي بتتبطط عادي، وانزل على البقسماط على طول تمسك. اه اوكي. البيض الاول ولا عشان فيك دايما كان عندي خناقه منزليه، البيض الاول ولا البقسماط وكده؟ لا البيضه جوه العجينه، انت هتنزلي البقسماط بس، مش هيبقى فيه بيض بقى، مش زي ما بنعمل مع مش زي ما بنعمل بيض. لا 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 دقيق بيض بقسماط وكده اللي هتفك منك ولا اي حاجه خالص بقى، تعملي بيض جوه العجينه. اه كده كده تضمن، يعني انت عجنتي العجينه اهي، عجنتي دي اللحمه المفرومه مع البيضايه مع التوابل بتاعتها وعجينين كلهم مع بعض، هتلاقيها في ايدك بتلزق سنه كده، هتحطيها على البقسماط الناعم وتقليها في زيت مش كتير. طب ممكن اسال سؤال؟ ده ينفع الفكره اللي انت قلتيها دي تنفع عادي في البوفتيك الطبيعي ولا لا؟ ما انت بوفتيك الطبيعي الميزه هنا ان التاني ممكن ما يستويش منك او يشد او يتني او لا، ده مستوي مستوي. تخيلوا هو ابن عم ابن نفس عم الطعم، طعمه قريب جدا، نفس الطعم طعمه قريب. بس ممكن انت بتقولي لي الحشو بتاع الفراخ ده عباره عن ايه؟ يعني قولي لي بصل ورز بس. يعني هو بصلايه كده متشوحه صحبه صغيرين، وعليها الرز والتوابل وشويه الميه صغيرين كده تسويها. والكداب ده ينفع يتعمل فريك ولا رز بس؟ ينفع فريك. ينفع يتعمل طبعًا فريك. انا عاشق الفريك انا. اه لا طبعا ينفع. انا بعشقه. اديني نمبرز يعني، اعمل لي سكور. لا انت هتعمل اعمل لي سكور. كام من 10؟ كام ما تدي؟ بص سفرة ما تدي. سفرة ونجلة الشرشابي يبقى اكيد 10 على 10. لا 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 نبتدي بقى، نبتدي النفاق بقى، ادينا بقى. لا ليه لا؟ ما يقدرش. مش معقولة كده. لا لا انا او خلي بالك حتى في المطاعم لما حاجة ما بتعجبنيش ما بقولش وحش، بقول مش ذوقي. انا هنا ما اكلش الجلد، انما لو اقدر اشيل الجلد يبقى هاكل اللي جوه طعمه حلو جدا. فاهم قصدي؟ السكالوب انت ذوقتيه نفس طعم اللحمه تقريبا، طعم اللحمه ابن عم اللحمه تماما، والدليل يعني على كده ان انا قاعد باكل فيها. ابن عم اللحمه يا جماعه، ابن عم يعني ابن عم سكالوب الطبيعي البتيلو طبعا غالي جدا، فيعني ايه مش موجود اصلا، فيعني مش موجود اصلا. بس في تكه واحده احب اقولها، اكيد نجلاء خدت بالها وهي بتشتري اللحمه، اللي لازم اللحمه يكونش فيه نسبه دهون، ما يبقاش فيه دهون، نسبه دهون في اللحمه دي لازم يكون في نسبه، ما فيهاش نسبه دهون اللحمه المفرومه. اه عشان الدهون هتفرط. ما احنا هنجيب بقسماط وبيض وحاجات. اه البقسماط هيحط بقسماط ناعم قوي عشان لو في دهون تشربها يمصها، او ميه اي حاجه هتشربها يمص اي سوائل او اي دهون طالعه وهي ما تدخلش بقى على النار تسخن، الدهون ممكن تسيح. لا انت عارف كمان بقى ممكن احط لها كمان معلقتين دقيق. انا معايا كمان لو لقيتها سايحه شويه كده في ايديا زي ما انت قلت كده فيها اي دهون زياده او حاجه، احط لها معلقتين دقيق. فده يروح ماسكها ماسكه محترمه بقى خلاص. داخلين بقى على السمك. انا مضطر اسيب. طب ربنا يستر عشان الاخر انا عامله حل لها حكايه. طيب دي هي سمكه قروش محشيه رز بالزعفران. اوكي اوكي ومعموله بصوص الحرنكش. حرنكش بتاعنا، الحرنكش بتاعنا العادي اللي احنا عارفينه يعني. اه ليه اسم بالانجليزي دلوقتي بس اسمه حاجه جوس بيري. ايه جوس بيري؟ جوس بيري. وتاكلت ايه؟ انا اخدت حرنكش. لا بس مش كده يعني، انت تاكل بقى يعني. ما انا هاكل. اه حبيب قلبي دي سمكه عروس. عروس معموله بصوص الحرنكش. تخيلي انا عيني رايحه على ايه قبل السمك؟ البطاطس. بتبقى واخده من الميه يعني كل اللي بينزل من الخلطه بيبقى في البطاطس. لا بصوا القلاطه، هو حاط ايه في جيبه وبياكل بجد؟ لا يعني مش معقوله يا هاني، اللقطات دي لا تتركها. حاطط ايده في جيبه وشغال. اكل مزاج، اكل مزاج. طب استنى كده ندوس ندوق بقى القاروص دي. بس ايه واضح انها مهريه يعني، حلوه قوي. انا مش سمكيستي يعني، مش من بتوع السي فود قوي. عشان قريب من العض. يس. شفت الشيف قال لي طعمها حلو قوي. لا شفت التكه دي؟ قال لي خد من هنا. دايما اللحمه في اي حيوان اللحمه القريبه من العظم تبقى اطعم طبعا دايما. حلو قوي. صوص الحرنكش ده بتعمله ازاي يا شيف؟
اوكي بحط زيت زيتون وشويه ثوم مفروم واحط عليه الحرنكش. اوكي اوكي وافضل على النار لغايه ما الحرنكش القشره بتاعته تتفسخ تهري. اوكي احط له بالب بتاع الطماطم قلب الطماطم انا والشيف. اوكي وبعدين اضربه كويس قوي واصفيه وبعدين احط له كريمه حامضة ساور كريم يعني ساور كريم حضرتك حضرتك كمان عامل لنا العصاير دي الحواديت دي ايه بقى العصاير دي ده كاكا مع جوز لبن جوز هند وبعد ما بيتضربوا مع بعض بيتحط لهم جوز هند فليكس يعني شرايح جوز هند اوكي وده بنجر مع تفاح وده توت مع عنب وده افوكادو مع لبن رايب وعسل ودول الاربعه من غير شاليمو انا عايز شاليمو احنا فعلا فين الشاليمو هندوق ازاي كده بقنا هيبوظ عايزين شاليمو طب يعني الافوكادو بالبتاع ده حلو شكله حلو بس هو انت الاربعه افكارهم حلوه قوي بس وده نشربهم في رمضان اها نشربهم في رمضان لان كل دول يعني ما يعطشوش مفيش حاجه تعطش لا ومغذي جدا كمان طبعا يعني كله فيتامينات طب شيف خشت يعني بتقدم ايه في رمضان؟ بقدم جدو عماد وهو مين هو جدو عماد؟ جدو عماد اللي هو انا جدو ومعايا اطفال بنتقابل على سفره حلوه؟ حلوه؟ حلوه قوي بس تقيله تقيل قوي انت قلت لي ده ايه؟ بس ما فيهوش سكر ده لوست ايلاند حلوه قوي مش كنت عايز شاليمو؟ فين شاليمو؟ مفيش حاجة تنفع نتقابل بقى على عندي في الاستوديو نتكلم مع بعض شوية بنتكلم عن قيمة من القيم الأخلاقية اللي المفروض كلنا نتحلى بيها وبعدين بنحكي لهم قصة توضح القيمة وبعدين بنطبخ مع بعض حاجة خفيفة بتعلم الولاد الصغيرين يعملوا ازاي ده؟ يعني ايه نعمله ايه؟ نعمل ده ازاي؟ ونمسك الشوكة ازاي؟ سكينة نمسكها ازاي؟ منين؟ نناول بعض ازاي؟ ناولين السكينة ازاي؟ عشان دايما الناس يعني لازم نلاول السكينه بالعكس هو اطفال لطاف جدا 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 يعني وفي حاجات فظيعه اتيكات بتاع الاتيكات في حاجات مفرقعه يعني وطبخوا حاجه هم بنفسهم؟ لا معايا بس يعني أوكي. عشان النار مش احلى حاجه في القصه لكن بعد كده بقى بعتوا لي فيديوهات عملوا ده في البيت الله هم عملوا ده في البيت وصوروه بعتوا لي طيب هنيجي بقى لهشام اللي هو لما طلع من السي فود للحلو ما انا سايب الحلو للاخر ماشي لما طلع عمل لنا فراخ محمره ايه فراخ محمره دي ايه بقى هشام عملت لنا مش محمره فراخ في الفرن بالزعتر والليمون سكينه ومحشيه حاجه؟ لا ساده ومعاها بطاطس بالكريمه والزعتر والثوم اوكي زي الجراتان بس صوابع مش حلقات ويدج الصوابع طيب دي ايه دي يعني دي فراخ جراتان لا دي بطاطس وبعدين بطاطس فراخ جراتان فراخ بال اسمه ايه ده بالزعتر والليمون بطاطس جراتان انا بحب بطاطس ودي اللي عملتها دي عملتها برضو في قعده صحاب ولا بس طبعا برد يعني انا متاكد برد يعني ممكن هتلاقيها برده شويه معلش طب ايه الفرخه دي ايه رايك صح؟ شفت؟ حلو قوي تخيل لو كانت سخنه انا افتكرتها كانوني الاول عايزين قطع فراخ؟ دواها يعني تاكل صدر ولا ورك؟ صدر ولا ورك؟ وانا برضه ايه؟ ما بحبش الصدر خالص نحاول نطلع دبوس لا مش مشكله بس يعني قول لي يعني فكره يعني ايه اللي الفراخ المحمره او الفراخ اللي هي في الفرن كلنا بنعملها بس الزعتر والليمون بيديها طعم تاني خالص بقى بتعمل ايه بقى؟ تحميها في الزعتر والليمون ببيتها في الزعتر والليمون تبيتها 24 ساعه او 48 ساعه بتبقى طعمها مختلف خالص بس عشان في هنا ممكن نجرب ده بتبيتها في الزعتر والليمون كل ما بتبيت في الزعتر والليمون ولو في يعني كمان يعني نغسل الفرخه اشرح للناس كده تتغسل الفرخة. تتغسل كويس قوي 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 على قد ما نقدر وبعدين نبيتها في زعتر وليمون كتير ليمون ولا قشر ليمون لا ليمون ليمون وعصير ليمون كده يعني. كده شرايح كل حاجه ونحط معاها زعتر انه نوع زعتر بزعتر بري احسن حاجه بس على حسب بقى اللي موجود يبقى ايه وشويه زبادي شويه من الزبادي عشان بتطري إيه؟ اللحمه خالص انا بجيب الليمون الكبير الايطالي 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 واروح مخرماه 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 وحاشيه جواه مظبوط احلى واحلى وحاشيه الفرخه وسايبها في الفرن
بس كل ما تسيبيها في التتبيله اكتر كل ما تتحسن اكتر، كل ما الطعم الفليفر تدخل جوه اللحمه وبتبقى تندر يعني. الزبادي او اللبن هو اللي بيطري بقى، بيعمل التندرايزنج اللي هو عمليه التطريه دي، هو الزبادي او اللبن هو اللي بيعملها. لحمه او فراخ، سمك لا طبعا السمك مش بيحتاج يتبل كتير عشان بيستوي من الليمون. هتقدم لنا ايه بقى في رمضان؟ هقدم لكم قعده صحاب، انا والشيفس الزمايلي هنطلع نطبخ مع بعض ونتحكي بقى مع بعض شويه حكاوي كده. انت هتاكل بس عشان كنت بصور. كان مشغول لما جاي سجل كنت بصور للاسف ما عرفتش. وعاملين ورانا في الهرم، والحين الصور كنا بنعرضها في الهرم رائعه، لانك انت يعني صورت في لوكيشن حلو قوي خطير. بصراحه اللوكيشن كان حتى مدينا طاقه حلوه، طاقه كويسه جدا. طيب انا عايز اقول بعض البرامج اللي هتبقى في رمضان، وهنقول الجزء الثاني في الجزء الثاني لانه الشيفات مش معانا، بس لازم نقول برامجهم. ففي زعفران وفانيلا، غدا التالية تعمل اكلات وحلويات من المطبخ العربي عامه مع استضافه فود بلوجرز. وعندنا ما حدش بياكلها بالساهل، وانا عاجبني الاسم قوي قوي قوي. غدا جميل عامله اكلات الافلام المشهوره زي مثلا مسقعه في فيلم موعد على العشاء. فاكره كان ليها غدا حبيبتي، وغدا بتعمل اكل رهيب وبس بيتخن. غدا الاكل انا فاكره يعني وصفات. طيب ومروه مهنا عامله تيك اواي، هي اكلات الشارع بس معموله في البيت. بعد ما بنخلص بقى من عزومات رمضان بالذات اول اسبوعين وكده، في ناس بتبقى زهقت من الاكل البيتي فعايزه تاكل تيك اواي. طب احنا عايزين نلم البادجت يعني، فاكل التيك اواي او الاكل الفاست فود بتاع الشارع نعمله في البيت. ده بعض الافكار اللي هتبقى معانا. نروح بقى للحلو القمر بقى. ايوه الهانم هنو، ونشوف كده الفانوس الجميل. يا جماعه الفانوس ده يبدو زينه، يعني شكله كده مرشوش كمان حاجه ذهبي، فتحس ان هو مرشوش حاجات يعني كده منظر، لكن هو مش منظر ومش زينه. ايه ده يا نرمين هانم؟ ده معمول من البسكوت. بسكوت بسكوت يس شوجر كوكيز بسكوت. شوف انا بقى بقول ايه، بسكوت يعني انا الطبقه بتاعتي. ما قالتش بسكوت، بسكوت. لا بص انا ما انا بقول الطبقه بتاعتي عاليه. بسكوت يا بسكوت. بسكوت ايوه البسكتس. انيو بسكتس شوجر كوكيز. كوكيز كوكيز بس. وبيتشكل بقطعات كده، بنشيل الاشكال دي علشان يبقى كله زي فانوس رمضان، وجوه في شمعه كمان عشان ممكن تتولع. طب سؤال، السبراي الذهبي ده بيتاكل؟ ده ادبل جولد. ادبل جولد يعني ذهبي او ذهب يمكن اكله. لا بس هو مش ذهب بجد يعني مش ذهب جولد يعني جولدن، بس spray. بيتاكل ممكن يتاكل. يعني هتحسي بايه واحنا بنكسره وناكله دلوقتي؟ لا بس عاده فعلا مش هتضايقي بعد ما تعبتي؟ لا انا هزعل على الظهر. طب تعالوا بقى على الكسر. لا انا عايزه ادوق. ناكل منين؟ ناكل منين عشان ما يقعش يعني؟ من فوق اي جس. من فوق. يلا بالشوكه بقى، دي سكينه مش مستعمله. فالشوكه برضه نضيفه، يا اما شيل حته منها بقى وخلاص. يا اختي الله ده ما بيستناش. طب ولازقهم مع بعض بايه؟ ايوه لازقهم برويل ايسنج. رويل ايسنج. حته بقى باليد بقى خلاص. لسه هناكل بشوك سكاكين. الله ده بسكوت بجد. بصوا بسكوت بسكوت يعني، انا عايزاك تبص كده هاني. بص ما هو انا بقطع بسكوت. بسكوت بجد اهو. بسكوت بسكت. طب ايه هتدوقي حاجه ناكل ولا لا؟ لا يا لا ما تدوقيش حاجه. لا لا بجد انا كمان عامل دايت. ايه يعني المواد اهو 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 انا جاي لك عامل بسكوتات. الله عارفه بيفكرني بايه؟ انا ما بحبش طعم الخطير. انا بفكرني بايه؟ بسكوت بتاع العيد بجد. بسكوت مش في حلويات اصلا. البسكوت بتاع اسمه ايه؟ بسكوت نشادر. بسكوت النشادر. بس دي ما فيهاش نشادر. بس ده مش نشادر، بشر ليمون. فهو ايوه انا عماله اقول فيه ايه، في بشر ليمون. تخيل حلو قوي. ايه رايك يا مراد؟ تحفه. ايه بشر ليمون؟ بشر ليمون. مش هنضغط. مش بيفكرك بسكوت العيد؟ قولي لي. لا وفي طعم زبده كمان عالي ولا لا؟ في زبده. طبعا في زبده. طبعا في ايه يا ابو؟ بس انا مش ما فهمتش يعني ليه شوجر كده من غير اي حاجه. انهي ليمون بقى؟
داليا ده أو أي حاجة. أي ليمون. أي ليمون. آه مش مهم. ده أو ده. بس المهم ما تاخدش أي حاجة من البيث الأبيض اللي جوه ده. تاخد بس الجزء سواء أخضر أو أصفر يعني. بتقدم لنا إيه بقى في رمضان؟ رمضان بنقدم صالون هنو. فهو عبارة عن يعني بنطبخ وبنقعد نتكلم مع الأهل أو الأصحاب أو معارف. وبتبقى زي ان احنا في رمضان بنتجمع مع العيله ومع الصحاب ومع الاهل وكمان ممكن بنطبخ حاجه مع بعض. انا عايز اقول ان انا طبعا ضعيفه جدا قدام الحلويات. طب استني عشان في كنافه. عايزين بقى الكنافه دي مين؟ ما اعرفش المحشيه ايه كمان غالبا. طب محشيه ايه الكنافه دي يا جماعه؟ ادينا بقى الذهبي اصلا. انا هستعمل السكينه اللي استعملتها في البيسكت. فين الكلينكس يا جماعه؟ مش كان في كلينكس؟ خد بالهم من الحشو على فكره. بتقول ايه؟ اسمحي لي اجي جنبك اقطعها لك. هو ده بيمسك بعمل الجليتر اللي هو بتاع صح؟ بالظبط. جلاديتر تفتكروا كده تفتكروا في ناس وانت بتقطعي تفتكري الكنافه كله كان هواي. انت تحبي الكنافه تعمليها بايه؟ مكسرات. مكسرات وفي مهلبيه مش بالجبنه الموزاريلا محشي كريمه. دي مهلبيه دي كريمه اهي دي كريمه. فده يفهم يعني ما تاكليش الايسنج الاول عشان تعرفي الطعم لوحده. مين تاني عايز يدوق؟ انتوا كلكم عاملين دايت يعني؟ انا ما باكلش حلويات. ما بتاكلش حلويات خالص. ما بتاكلش اسماك؟ انت عايش على ايه؟ لا الشيف عايز اهو. منافع اكيد. حمام منافع اكيد. الكريمه طبعا. دي الكريمه. لا ده ايس. ده اسمه ايه الجامد؟ مش بتحبيها من المكسرات اكتر؟ رويال ايس. اوكي. بتعملي الكنافه بتحمريها في الفرن ولا بتحمريها فوق البوتاجاز؟ فوق البوتاجاز. يا سلام استاذه برضه. استاذه فوق البوتاجاز حته حته. بس دي تبقى احلى حاجه. ده عذاب. والله مش عذاب ولا حاجه. ده عذاب ما تاخدي عليها خلاص خلصت يعني. طيب. مش شكايه. نصيحه بقى للناس تقوليها. ميرسي. شيف نجلاء قد الايد ازاي نعرف نوفر ازاي نعمل اكل حلو في رمضان ونوفر. اتفرج على البرنامج بتاعي. حلوه. فكره برضه. تابعوا البرنامج يعرفوا كل حاجه. طب ناكل ايه اول يوم رمضان؟ ده دايما دي خناقتي الكبرى. فرخه. فرخه بالمرتة بدل بطه بالمرتة. فرخه بالمرتة. انت تخيل كنت هعمل بط. انت هتعمل ايه؟ ما هو مصر كلها بتعمل بط. البط مش هيقضي. اعملي فرخه بالمرتة. ايه ده؟ ده بيطبع. ما هو بيطبع. شاف عماد نصيحه للناس بالذات بالنسبه للمشروبات. سمك في رمضان؟ هناكل سمك رمضان؟ سمك بقى اللي بيطلع ميه صبح عيد. سمك اخر يوم في رمضان زي بعضه. نص رمضان ماشي. يعني حتى لو هاكل سمك في رمضان بعدها بساعة كده ولا كده. انت خدت بالك انها محشية؟ خيار بزبادي. ايوه محشية. محشية رز. محشية رز زعفران. طيب رز ايه؟ زعفران. زعفران. لا مش لازم زعفران. مش بتاعنا استغفر الله العظيم. خلينا. لا على فكرة على فكرة الزعفران. الزعفران الباودر رخيص جدا. نحطه بالكركم نعمل اي حاجة. كده انت قصدك باودر؟ زعفران باودر رخيص جدا. ده الزعفران الكذاب بقى. يعني هو زعفران بس هو لا بص الزعفرانة لما تتكسر منهم ولا وات ايفر ما بتتباعش. فبيطحن. بس مش هو ده برضه. طيب نصيحه للناس برضه تقولها لهم في رمضان كده ياكلوا خفيف قوي 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 في الفطار. قوي كانك بتفطر في البيت عادي. خفيف جدا جدا. وبعدين استنى بقى صلي و و و اعمل شغلاتك كله وارجع كل الاكل بقى فراخ ورز ولحمه وات ايفر اللي انت عامله. اوكي. وفي الاخر بقى في العشاء هما برضو حاجه صغيره جدا سلطانيه زبادي اللي هي السحور. السحور جداً. السحور. نصيحه للناس في رمضان يا هنو هتنصحي بيها؟ هنو ما بتاكليش حاجه. يعني انت ما دوتيش حاجه من الموجوده معاكي. يتجمعوا مع بعض. يعني يحبوا بعض. بالظبط. بصي ايدينا بدانا. شاف هشام تنصح الناس ايه؟ عمال ياكل. العبوا رياضه. العبوا رياضه. عارف ايه اللي بيقولوا؟ عشان ناكل كويس نلعب رياضه عشان ناكل براحتنا. اول يوم نعمل ايه؟ بط ورقاق وورق عنب على طول. اول يوم بط ورقاق وورق عنب. قطايف. قطايف. الله الله الله. انا عايزه اشكركم جدا. وخريطه حلوه وواضح ان في برامج كتيره لسه. احنا لسه قلنا النص بس هنخرج فاصل والنص الثاني برضو ده احنا جاي لنا الشيف الكبير شربيني. ما نشوف بقى هنعمل ايه. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. اول يوم رمضان دايما السؤال بتاع ستات البيوت. اول يوم رمضان هنطبخ ايه؟ ده السؤال الكبير. و30 يوم 30 يوم قاعدين في المطبخ كاكين يوم. انا عمال افكر 30 يوم. عشان كده عاملين قناه كامله كامله السفره. اتفرجوا عليها عشان تاخدوا وصفات الاكل
سواء في الفطار او السحور. شفات انا عايزه اشكركم جدا، ميرسي، نورتوني، اكل تحفه. نخرج فاصل، وبعد الفاصل نستمر مع باقي نجوم شفات سفره. من الواضح انها خريطه عظيمه مليئه بالحلويات والافكار والمفاجآت. نخرج فاصل بقى ونكمل اكل انا ومراد. سفرتك في رمضان مش ناقصها حاجه، انت قلت عزم. والمفاجاه مسابقه اسبوعيه لاشهر اكلات المحافظات المصريه يوم النهارده كله سوان. يلا استناكم لما تقولي تاني. طب والميزانيه؟ عايز اوي حتى لو في اصعب الاوقات. نتسحر ايه بقى؟ اروح منكم فين؟ وصوما مقبولا وافطارا شهيا، والى اللقاء. كل اكله ليها حكايه وتاريخ، ليهم لمة وذكريات وحكاوي ما تنتهيش. قعدت فترة مرشدة سياحية، بنروح الهرم، سقارة، بحبوا الحياة. حلو قوي، تسلم ايديا بصراحة. بصراحة تمر مضروب بالسمسم جميلة جدا. صحابي من ايام المدرسة هنعرفها معاكم في صالون هم. كان يا مكان، جد واحفاد دايما مع بعض. نطبخ أكلة خفيفة. مين هيقشر بسرعة؟ جدع. يا هلا بيكم يا ولد. ونحكي حكاية لطيفة. قعدة مليانة ضحك، طبخ، حكايات وذكريات. وفي رمضان اللمة أحلى. أيوة. وكلهم أحلى من بعض. يبقى أوفا. طب المسقعة أنت عارف أنا بعملها بالكفتة؟ الله عليك. فين الليمون في الأول؟ لا هات الليمون نزوقها بقى. اهلا بيكم متابعي برنامج الاكيل في كل مكان في العالم. بوعدك ان انت هتاكلي اكل مصري معمول بالاسلوب القديم بس بافكار جديده. عايز تبتدي بايه؟ انا عايز اجرب العدس. في شوربه كوارع النهارده. انا جعانه جدا. هتدوق هتدوقني. ودوقك ليه بتاعتك؟ احنا هندوق كله؟ طبعا. حزور في هوبر؟ هات ب 5 جنيه خضره. الاكل اراء واجواء. موزه، عكاوي. لا الاكل كله بصراحه يهبل. شمها الاول وبعدين تقوم دابب في بقك. بس احنا كنا كتير قوي كده يا مراد. ده مزمزه. ايه؟ هات لي جبانه حاجه نهضم يا جماعه. وحلقات خاصه من اماكن خاصه هنعرضها في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. في رمضان لمتنا احلى على سفره. دي مبادرة كتر خيرك خليك سند لغيرك، مبادرة مستمرة مش بس في رمضان ولكن أيضا في الأوقات العادية. نجوم سفرة بينزلوا في أماكن كتيرة يدعموا الناس ويقدموا لهم أكل ويساعدوهم، وهي دي فكرة التواصل بين يعني النجوم والمذيعين والشفات وبين الناس في كل مكان. والحقيقة فكرة التراحم الطبيعية في رمضان أيضا. وأترك هذه الفقرة للنجم مراد مكرم الأكيل عشان يقدم لنا بقى نجوم هذه الفقرة. وده احنا عندنا النجوم الكبار الكبار طبعا الكبار. قبل ما نقدم النجوم اللي معانا هقدم كمان النجوم برضو بقية النجوم اللي ورا الكاميرات اللي ما بيتشافوش. أستاذ محمد حلمي مدير إدارة البرامج، أستاذ محمد سمير رئيس العمليات، أستاذ أشرف فامي مدير إدارة الإنتاج، أستاذ أحمد سعد. إيه ده أنت جاي تقول لنا الفرقة بتاعة سفرة كل عشان حرام دول اللي بيتعبوا. لكن روز عاملة شغل جامد جدا دايما. وي ليف ذا بيست فور لاست. ماشي. وبعدين نهلة الشامي منسق عامل قناة، والمايسترو بتاع كل ده والأهم اللي انا شخصيا اي واز استونيشت يعني او تعجبت ازاي ان كل الحاجات الجديده اللي اتكلمنا وهنتكلم عليها روز قدرت تعملها بنفس البادجت بتاع سفره. ما طلبناش بادجت زياده من حد، ابتدينا باللي موجود عندنا وقدرنا نطلع كل الحاجات الجديده اللي اتكلمنا عليها ولسه هنتكلم عليها. ثانك يو روز فيري ماتش. وهبتدي معلش انا اسف، انا هو عاده السيدات اولا بس طبعا لكل مقام مقال. في حضور الشيف شربيني. شيف شربيني انا بسميه عميد قناه سفر.
يعني هو عميد الطبخ عموما في مصر يعني عميد قنوات الطبخ في مصر. وشاف شربيني عامل هسيبه هو اللي يتكلم، هو هيتكلم عن برنامجه اكتر. انا مركز على الفخده بتاعتك، انا مركز على الفخده اللي انت عاملها بصراحه يعني. ف اتفضل يا شاف قول لنا، طب قدم لنا الناس كلها وبعدين نتكلم. حاضر، ونرجع للفخده. ايوه نرجع للفخده. طيب نائر ونقير زي ما انا بسميهم، او البرنامج بتاعهم في رمضان اسمه بهارات. هما في غير رمضان كل واحده عندها البرنامج بتاعها، انما في رمضان هما عاملين برنامج مع بعض اسمه بهارات. توتا بنتي، توتا مراد، وساندرا مكاري. اسم جميل وعزيز علينا جميعا. عاملين حاجه حلوه قوي، هي مسابقه طبخ. الاكله ثابته، كل واحده منهم بتعملها بطريقتها، تايمد مين اللي خلص الاول. مع العلم، انه ساندرا هيلثي، وتوتا حرش حرش بزبده، مش هنقول بسمنه بسمنه بزبده، ده اي حاجه فيها دسم يبقى ناحيتي. طب غششونا مين كان بيكسب، ولا ساعات كده وساعات كده؟ لا مره ومره يعني، مره عشان محدش يزعل. يعني مره ومره يعني الهيلثي بس انا مش هسيبك تحكي لهم. يعني الهيلثي ما بيبقاش اسرع. لا بس احنا يعني كان في الحلقات اللي احنا سجلناها كان في وصفات هي لقيتها بتخلص حاجه بسرعه بسرعه بسرعه، تقول لا انا مش هكمل، انت بتخمه كده ما ينفعش. جدوا بقى الاثنين لابسين ازرق بقى، و على فكره ما كانتش مترتبه. مش مترتبه. طيب بس احنا مرتبينها في رمضان. في رمضان شوفوا مفاجات. طيب نبتدي بقى بالشيف العظيم شيف شربيني، ملك برامج الطبخ في مصر. تتكلم عن الطبيخ وعن برامج الطبيخ شيف شربيني. وطبعا دلوقتي نجلو علاء اللي هو يعني نجم عندنا. زميل عندنا في اون، ولكن وهذا الشبل من ذاك الاسد، ولكن شيف شربيني هو الاصل. قول لي بقى يا شيف، رمضان السنه دي انت عامل لنا ايه؟ الاول كلمني على البرامج وبعدين كلمني على الفخده. برامج عندنا النهارده ما شاء الله، عندنا نخبه في سي بي سي سفره كامله متكامله على كل اذواق الشعب المصري. فيها الشربيني بيعك في الاكل الاورينتال، في اللي بيعمل اكل كلاسيك، في اللي بيعمل اكل شيء يعني حلو. يعني بص كل منوعات الاكل موجوده عندنا. يعني السفره دي 24 ساعه عندك في البيت هتستفادي. انت ليه مصر تفضل في الاكل الاورينتال؟ على قد حالي يا شيف. يا شيف ده انت ملك الاكل. كلمني عن الفخده. احنا النهارده شوف يا مراد طبعا هو اللي اكتشف الموضوع. حاضر، لان مراد الاكيل بتاعنا، العمده بتاعنا. يا حبيبي اتفضل يا عم مراد. احنا دلوقتي ايه ادوق؟ لا طب ندوق الضيفه الاول. ضيفتنا الاول. لا بص انا ضيفه انا. ايوه ضيفه سفره. ايوه يعني هي قناتك. بص انا عايز اللحمه بتاعتك كده. طيب انت شفتي هي بص هو دخل ايه؟ نسلها ازاي؟ بص نسلها كده. بص حضرتك لازم تبقى دايبه كده. الله 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 الله، دايبه فعلا يا شيف. الجديد بقى ايه حضرتك؟ قول لي انت ايه متبلها ازاي؟ احنا في رمضان بيجينا دايما في كل بيت مصري بنجيب الياميش بتاع رمضان. تعالى يا عم مكرم عشان انت برضو اللي هتورش الليله. عشان انا بخاف منك دايما اجيب لك. شوف بقى. لا ازاي يا شيف ازاي يعني؟ شوف بقى ازاي ما تعلاش على الحاجب. لا يا باشا لا يا باشا يا رب. عايزين تدوقوا يعني لو فرصه ما تتفوتش بصراحه. لازم تدوقوا يعني. ينفع تتفوت الفرصه دي؟ هاخد انا الشوكه اللي هتيجي ودوق انت دي. اوكي معلش انا وقعت على الارض انا اسف. بس هو اكل شيف شربيني ما فيش حد يقدر يتكلم. لا يا حبيبتي ربنا يخليك. حلوه قوي قوي قوي. حلوه قوي. لا متبله تحفه. في عنده طبق هنا لو عايز. ده في طبق هنا متبله تحفه يا شيف. و ايه ده رهيبه. اديني شوكتك بقى، انت مش خدتي شوكتي؟ ماشي انا قلت هتنفع. بص بقى يا عم مراد الموضوع وما في انا بدوق اهو. انا بدوق بس والنبي اخد رايك يعني. يا راجل يا راجل لا 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 يا راجل. توتا ايوه تعالي. انا هاجي بقى اروح بطبق. هروح بقى تجربي ليه ما تخبيش؟ استنوا بقى نجرب الرز. يا سلام الرز بقى هجيبك. تسلم ايدك ريحتها فظيعه. انا بقى الرز لازم اشوف. ايوه اغرف لي الرز بقى. شفت بقى غرف الطباخين. ايوه الطبخه دي تتعمل بفخده دهون يعني كبيره ولا صغيره؟ لا بص حضرتك دايبه. احنا اولا المفروض ان ما تفرقش عندنا كبير او صغير لو احنا بنطهي كويس. لو احنا ايه؟ لو بنطبخ كويس. اوكي تحفه الرز تحفه. طبعا حضرتك لما بنجيب اليميش بتاع رمضان بيبقى كل حاجه موجوده فيه لغايه التمر الهندي. الرز الحلو ده الف انا شيف. التمر الهندي بقى فيه بيجي منه بيست كده اللي هو زي كتل كده.
الجديد النهارده ان انا بتبل الشوربه دي. همسك لك الطبق اهو عشان تعرف تتكلمي. همسك لك ما انا جايب لك حبه رز اهو اهو. خش هتاكل اكل الست ليه بس؟ ده ايه ده؟ الواحد ما يعرفش ياخد منها شوكه رز يا ست. اهو يا عم اهو يا عم ماسكه فيها. مالكش دعوه بالرز بتاعي. ده حبه صفر اهو. مالكش دعوه بالرز بتاعي. يلا يا باشا. صح؟ ده بالكركم. يلا عشان بنعمل بقى يا سيدي لازم نشوف بقيه الاكل. اه هدوه هجيب لك بقى شويه. انت هتبقى فاضي؟ دلوقتي خلاص. يا نهار يا جماله. بنتبل الفخده بالتمر الهندي. اوكي. بنحط في الميه السخنه. اه. بنحطه في الميه السخنه يدوب. بعد كده بنصفيه. انا فاهم بقى البهارات بتاعته لان اللحمه الضاني بالذات تحتاج حاجه لان هي طعمها او ريحتها نفاذه. يا تاخد توم كتير يا نعناع يا زعتر اي توابل. فانا فكرت في التمر الهندي هيكون افضل واحسن وموجود عندي في رمضان. فبقيتها ايه سر الرز يا شيف شربيني؟ ايه السر؟ بالشوربه بتاعت الفخده. بتاعت الفخده الفخده باخدها الاول في الشوربه. تاخد غلوتين بعد ما اديناها التوابل بتاعتها الحلوه. وبعد ناخدها ادخلها الفرن. اوعي تحطيها كلها نيه في الفرن. ايوه. ايه نعمل ايه بقى؟ اوعي تحطيها نيه في الفرن. اوعي تحطها نيه في الفرن. طبعا استاذنا موجود بيبص لي. لازم تاخد غلوه مع المرنشي بتاعها. ويفضل فيها زعتر وروزماري. نعم فندم. عشان تدخل في المسام بتاعها. بالظبط كده. وبعدين تاخد روح تاخد الطعم بتاع يعني التوابل. مش قصه بقى ان انا احطها بالتوابل بكله وبالفويل كده وادخلها الفرن. لا هتبقى ناشفه وطف. اه فانت عايزها تتغلي. انا عايزها جوسي. اه الاول هتاخد لها غلوه على النار. غلوه على النار مع البرنيشن بتاعها والتوابل بتاعها. اطلعها بدهنها بقى بالطماطم او زي ما انا عملتها بالتمر الهندي بالتوابل بتاعتها كلها. شويه الروزماري بتاعها وشويه الزعتر الحلوين. ثومه مفرومه ناعمه خالص. وبعد كده بحطها في الفرن مع تحتيها بقى اي حاجه. زمان الشوربه بقى اللي عندي استغلها بقى عندي للرز. واشي بيها الرز. اه طب نذهب بقى الى بطتي بقى. اه نروح بقى لبطتها. بطتي دي عامله بط وكشك ومحشي. ومحشي بط بالفريك ومحشي. أوكي. وكشك وكشك. بس كشك مش بتاعنا. مش بتاع الصعيد. مش بتاع الصعيد. لا لا ده كشك اللي هو بالرز والمزيه. المز كشك المز. طب انا عايز اقول بسرعه قبل ان احنا عندنا برضو برنامج نعناع على الماشي. عمر اسماعيل جوله على اصحاب العربيات الاكل اللي في ورينا الشوارع المختلفه. ورينا بطتك. ورينا بطتك كده عقبال ما تقطعي. بس هقول كام معلومه بسرعه. اتفضلي خدي شوكه وسكينه. سحورك علينا اميره. بتقدم افكار سحور سهله وسريعه ومتنوعه. هو يقدم. انا حاجه كل يوم جمعه. احنا خلينا في الاكل. هو خلينا احنا في الاكل وهو يقدم بكونسبت تهادوا وتحابوا. وبعدين عندنا مفاجاه كمان شويه هسيبها دلوقتي. عمايل ايديا نورا السادات. نصايح صيام الاطفال وترتيب سفره رمضان. وهجيب لك برده حته. وعندنا منصات سفره. دي ولا ايه؟ لا مش هشيها. هو عليها برامج كتيره. انا اخترت بس منهم اربعه. ساندرا مكاري عامله نصايح للحفاظ على الوزن المثالي. طيب على قدك. ايوه انا هتفرج على البرنامج. ممكن معلش عشان عايزين نركز في البطه بتاعت خلاص. ادي بطتي البطه دي. اديها قبل ما تقطعي. بس قلت اقول كلمتين كده. خلاص خلصنا. ادي بطتي فرصتي. ادي بطتي فرصتي ونشوف البطه بقى. ندوق الفريك برضو. يعني مش هناكل الرز هناك ونسيب الفريك. لا تيتا بعتني بيعه ايه ده؟ وقتي بطه. انت مش قاعد تقولي البرامج. خليك وانا قاعد بقول بنتي اسمها توتا مراد. لما جبت سيره البطه وعرفت اسمها الحقيقي يا جماعه. توتا عرفت اسمها الحقيقي. قول لهم. قول لهم هم عارفين. هدى مالهاش اي علاقه بتوتا. هدى. اقول لهم بقى انت قلت ايه جوه؟ افتكرت اسمي ايه؟ متيحه. 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 الفريك كبار بألف هنا. يعني بطه ما عجبكيش؟ لا عجبني بس انا اصلا مش فاهمه بطه. او الفريك كبار. فين توقف؟ هو انا نسيت البرنامج. هو ده. طيب معانا يعني بينما نحن ناكل معانا روز ماري رئيس قناه سفر. قبل ما نروح لساندرا والاكل الهيلثي. مش عارفه هيلثي ايه. يا روز انتوا مقدمين يعني وجبات كتيره في رمضان. ماذا يميز سفره في رمضان؟ مساء الخير يا استاذه. مساء الفل عليك يا حبيبتي. طيبه ورمضان كريم. سفره السنه دي في رمضان 2024 سفره مختلفه بترضي كل الاذواق. كل ست عايزه تتعلم حاجه وعايزه تقدم وصفه جديده وعايزه تتعلم حاجه جديده هتلاقيها على سفره. اللي بتحب الهيلثي، اللي بتحب المسبك، الحاجات الاقتصاديه نجلاء وفري ودبري، الاتيكات في زعفرانه وفانيلا.
عندنا من على الأهرامات هشام السيد وكل الوصفات الحلوة المختلفة عن السيفود. الحقيقة طبعا شاف شربيني الملك بوصفاته الجميلة وشاف نرمين هن وسحور مع أميرة وطبعا الأكيل مع حضرتك. فمش قادرة أقولك هي سفرة ماراثون السنة دي. ده ماراثون ده أنا مش لاحقة. وبعدين ده احنا كده يعني معانا سبع شفات مثلا. أنا عارفة إن أنتوا عندكم ناس كتير جدا. ما أنا بقول برامجهم أهو يا خلاص. طيب يعني قولي يعني عايزين نصيحة للناس في رمضان بالنسبة لسفرة يا روز. لازم يتفرجوا على سفرة هيلاقوا عليها كل الوجبات. احنا قصدنا ان احنا نعمل سفرة تبقى قناة للأسرة المصرية، قناة للمنوعات، نقدر ان احنا ندخل كل بيت مصري، ندخل كل بيت في المحروسة حتى المحافظات. احنا عاملين اكلات من كل طعم ولون جوه كل محافظة. هنشوف حتى الشباب مع عمر اسماعيل وعربيات الاكل اللي في الشارع والمجهود اللي عاملينه الشباب. مفيش حد مش هيلاقي متعته على سفرة. بعد الدراما ممكن تاخدوا بريك على سفرة وتقدروا ان انتوا تشوفوا. هو احنا لازم من الصبح كده نبقى مشغلين سفرة علشان ورا بعض نتعلم قنوات الاكل يعني. ميرسي يا روز، بشكرك انك ساعدتينا نعمل الحلقة دي، وشكرا لكل الناس اللي بيشتغلوا معاكي. فشكرا، بشكرهم من خلال حضرتك، فريق سفرة، فريق الاحلام، زمايلي دينا عبد العال ومحمد حلمي ونهله الشامي واحمد اسعد ميرسي يا روز، ميرسي. خلينا نروح لساندرا. يلا يا ساندرا قولي لي عندك ايه؟ بتحلي ايه في رمضان؟ بصي إيه احنا الاساس المفضل في حياتنا لازم يكون عندنا قطايف كل يوم في البيت، عندنا قطايف بكل الاشكال بقى، بالمكسرات كل يوم لازم يبقى عندنا قطايف. طيب مش تبع جلسه بتعمل احلى كنافه في التاريخ. احنا يعني هنعمل شويه قطايف صحيه ومشبعه ومن غير سكر في رمضان وطعمها. طب دول بسبوسه، وقول لنا ايه رايك بسبوسه من غير سكر؟ ايه دي بقى؟ خليك معايا كده، من غير سمنه ومن غير زبده ومن غير سكر. دوقي البسبوسه وانا ادوق المحشي. ايوه خلينا احنا في السمنه والبسبوسه. بصوا يا جماعه دي بسبوسه، يعني بسبوسه بسيبوسه. بسبوسه بايت. بسبوسه بايت. بايت ميني. بسبوسه بايت اهي. بسبوسه بسبوسه. ايه ده؟ خلال رمضان؟ دي طعم البسبوسه عشان رمضان. دي بسبوسه بجد يا بسبوسه بجد. بس بقى البسبوسه لازم يتحط عليها حته قشطه. حطي حته قشطه. احنا هنهزر. بس لما تحطي حته قشطه على دي بقى هجيب القشطه. انا هعمل بسبوسه وانتي هاتي القشطه. طب ايه ده كمان؟ بس هي فيها حاجه مسكره. فيها سكر ستيفيا، ستيفيا مستخرج طبيعي من النباتات، مناسب لمرضى السكر، ما بيرفعش نسبه السكر في الدم قوي، فبنلجأ له كبديل للسكر الابيض، لذيذ جدا. ده بقى التمر اللي احنا عاده بنستخدمه بطريقه تخنة في رمضان. واحده من دول مشبعه جدا وكل الحشوات اللي فيها صحيه ولذيذه جدا. بتقول لك واحده من دول مشبعه جدا. مشبعه وجدا جدا مشبعه جدا. ده احنا مش يعني يا دوبك ممكن اخد نص الصينيه دي. طب انتوا شفتوا بس هزور تخيلي عجبتني بالهنا والشفا. طب والله انا اي لايك. لا خدتي بالك لميس بتتكلم بثقه. واحده من دول مشبعه جدا. مشبعه لمين بالظبط؟ طب جرب واحده كده وقول لنا ايه رايك. بره تاتوي ولا ايه يعني؟ مشبعه من واحده يعني. احنا لازم نشوف هذه اللقطات لمحطة سفرة. ومعندنا بقى المفاجأة. المفاجأة بالظبط. المفاجأة هي ايه؟ هنقولها بقى بعد نشوفها. رمضان يعني اللمة، حلة محشي، حمار وحلاوة، سفرة كاملة في رمضان، كل حاجة عندنا. اهو بص يا باشا الحاجات اللي بيعملها محدش تاني بيعملها. هعمل لكم عرق سوس. شيفو خميرة عرق سوس. خلطة الشربينية السرية. الله. ايه ده يا عمي ده؟ ايه ده؟ في رمضان السنة دي تحدي جديد. أهم حاجة في الطبخة النفس. كل طبخة ليها أثر.
بس المهم التسبيكه. هعمل معاكم كل الاكلات بطريقه مختلفه وخفيفه. نعمل وصفات بسيطه جدا وسهله. استني انا اللي هكلم الاول. لا اسف على العطل الفني. انا اللي هقول التقديمه. انت رحت هناك ليه؟ الكاميرا بتاعتي معايا. ده بالهنا والسلامه. صحيح الاكل نفس بس ما ينفعش من غير بهارات. ببساطه تدخل القلب. اكلها مصري اصيل وحكايتها ملهاش مثيل. سهر بين الخيم والسهرات احلى لمة. نجوم مزيكا حكايات رمضان دلوقتي وزمان. المهم تبقى عندها في رمضان لمتنا احلى على سفره. وفي الدقائق الاخيره من هذا البرنامج ولمه سفره حبينا ان احنا نعمل لكم مفاجاه. قول يا استاذ. مفاجاتنا النهارده ولاول مره على سفره وفي التلفزيونات المصريه ويمكن كمان العربيه، اول شيف من ذوي الهمم بتقدم برنامج محروسه وحكاياتها، محروسه سالم. محروسه برافو. محروسة نورتينا. ربنا يخليك يا استاذ. قوليلي بقى، بتحبي تطبخي من زمان اكيد، شكلك كده محروسة طباخة عظيمة. من وانا عندي 7 سنين معاش المطبخ والبوتاجاز. بيني وبيني وعاطفة. عاطفة. قوليلي يا محروسة عاملة ايه النهاردة؟ عاملة ممبار. ممبار من غير لا سلق ولا قلي. اسأل يا عروستي. من غير لا 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 والله من غير ما اسلقه ومن غير ما اقليه في زيت. يبقى في فرن. اه طبعا. اوكي. هدوق يا شيف شربيني. شيف شربيني بيدوق. خليك معانا يعني. احنا هنقفل على بعض ولا ايه يا شيف؟ انت الملك بتاعنا في الدات. لا لا بس استنى. لا انا مش خلاص انا شبعت يا جماعه مش قادره. ازاي في الفرن؟ اه حاضر. ها ايه الاخبار؟ ده حراق. ما تشوفوا طبعا. طبعا حراق يا ناري. لا ده سبايسي. اه طبعا مش انا بقى، ده عمرو ماليش دعوه. ما بقول لا لا ما تخافيش يا استاذ مراد. لا انا ما بقدرش اكل حراق. هجيب واحد. ولا انا. انت يبقى انت قولي لي يا محروسه، مبسوطه انك بتعملي برنامج؟ يعني هتعملي بقى ده لسه هيبتدي ولا انت ابتديتي؟ احنا صورنا اوريدي الحلقات بتاع شهر رمضان وفي حاجه كمان للعيد. لسه بقى ان شاء الله بقى الحلقات الثانيه. وطبعا مبسوطه ان انا بشتغل. ايه اهم اكلات هتقدميها بقى في رمضان؟ في رمضان طبعا في الممبار، في البتنجان، عشاق البتنجان بكذا حاجه بكذا طريقه، المسقعه المعموله بكذا حاجه، في اكلات كتير، وفي البسكوت طبعا. بسكوت بسكوت العيد. طيب حلقه مميزه. واضح ان اكلك طبعا مش دايت وريجيم والكلام ده. خالص. اه طبعا. بس بقيت لك مش مسلوق ومش بتاع. وقولي لي مشبعه ولا مش مشبعه؟ اه مشبعه. انت سمعتي؟ بتقول لك واحده من دول مشبعه. والله. طب جربي. اه كليها كده وقولي لي شبعتي؟ يا رهيب يا نهاري. يا جماعه انا ما بتعشاش اصلا، ما بتعشاش. اللي انتوا بتعملوه فيا دي جريمه. انا خلاص بس واحده تشبع؟ لا. احنا عايزين طبق. اتني؟ لا 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 بتشبع. بتملى خالص. لا بتشبع. بصي لا انا متفاهم طبعا كلمتك ان واحده منها مشبعه. لان يعني انت ممكن واحده زي دي خفيفه يعني. بالظبط مقارنه بواحده ثانيه متغرقه يعني. لما سكر. نتكلم ما تبقاش يعني لاحظي ان الكلام الجارح. ابدا. يعني البتاعه دي تاخد الركن اللي تحت من كرشي. فلو حته قد كده من كرشي. طب معلش يا مراد، احنا كلنا بقالنا فقرتين. كم كلنا كام كالوريز دلوقتي في كل الفقرتين؟ انا وانت بس كده يعني. ساندرا تحسب. احنا بقالنا كتير. مشكلتي اكل متنوع. ومش كله لا كله مقليات ولا كله نشويات. يبقى صح. مرة في الأسبوع. يبقى ساندرا عايزة منك نصيحة للناس ازاي ما نتخنش في رمضان. طبق متقسم 4/4، النص بتاعه خضار والنص نشويات، واتمنى ما تبقاش مقلية، والربع التاني بروتين ايا كان بقى. النص شوية النص والربع. انت جبتي عديت ال 100%. النص النص خضار. ده النص كامل. وبعدين ربع نشويات. اوكي رز مكرونة اللي انت عايزه. اوكي. وممكن مع واحدة سمبوسك كمان. أوكي. والربع التاني بروتين، عايز تحطه فول، عايز تحطه فراخ، نوع البروتين اللي انت تحبه، نباتي او حيواني. فين البسبوسه؟ معمول باي طريقه؟ معمول باي طريقه. ولا لازم مش مقلي؟ مش مقلي. مش مقلي. مش عايزين نخش. طب والسكر؟ انا مشكلتي في رمضان السكريات. كلنا اقول لك على حل سحري للسكريات. ان احنا ناكل السكر بعد وجبه الفطار على طول.
طب ما احنا بنعمل كده. طيب خلاص حته قد نص كفايه القطايف تنزل بعد الفرصه على ايه؟ حته قد نص كفايه كده يا لمين. ايه دي؟ ما انت طبعا القطايف لازم يبقى عامل كده. بقى انت تاكلي قطايفايه كده وقطايفايه كده وكنافايه وكنافايه كده وعيش سرايا بالقشطه بالقشطه. لا تيجي تحضر معانا حلقه عيش السرايا. اه تيجي تحضري معانا بهارات. نصيحة للناس في رمضان توتا. احنا المنيو بتاعنا في بهارات احنا عاملين حسابنا ان مش لازم طول الشهر يبقى الموضوع فيه لحوم وفراخ واسماك. عاملين اكلات اقتصادية جدا عشان الناس ما يبقاش الموضوع حمل او يعني استنى هناكل بعد بالتشيز كيك. على فكرة انا ما قدرتش اكل غير ربعها. ايه ده؟ لانها تو هيفي تقيلة قوي. طب دوقي دي. دي بالتشيز كيك. لا لا تشيز كيك والفراولة. لا كفاية من غير سكر على الميزان دلوقتي. لا يور مسج يور مسج صدقيني يور مسج. طب اطمع ما تاكلهاش كلها. طيب كملي يا بنتي. احنا عاملين منيو متنوع جدا بحيث ان ما يبقاش الموضوع البادج بتاعته عاليه او التكلفه تبقى عاليه. فاحنا ال 30 يوم بتوع رمضان عاملين اكلات اقتصاديه اكلات موفره اكلات بدون لحوم وفي نفس الوقت لا مش الدرجات بدون لحوم عشان الناس طيب. يبقى عندها تنوع يقدروا يعملوا كل الاكل. والعظيم الشيف شربيني نطبخ ايه اول يوم على الفطار؟ انا اللي هو ما اتعملش خالص عندي مثلا في البرنامج كل مره ما عادش وز. وز ايه يا شيف شربيني دايت. انا يعني دلوقتي انت بتعقدني ليه في عيشتي؟ طيب وز ليه دلوقتي؟ محل الوز مش اي حد يقدر يطبخه. محل محشي. لان الوز ليه طريقه. لا 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 بقى. وز ايه؟ انت هتطبخ ايه في بيتك اول يوم؟ ما احنا حلة المحشي وذكر البط. حلة المحشي وذكر البط ده اسلوب العالم المصري كله. يا محروسه يا محروسه. اولا مبسوطه قوي جدا ان انت معانا النهارده. قولي لي هتطبخي ايه اول يوم في رمضان؟ اول يوم غالبا هيبقى مكرونه بشاميل ومحشي. ده علشان مكرونه بشاميل ومحشي الاثنين سوا. عندي كل واحد في ولادي بيحب حاجه ولازم ولازم ارضي الذوقين وبالذات في اول يوم. من ثاني يوم هيبقى سلطه للكل. نصيحه للناس في رمضان يا شيف. يعني الستات بتمنى من ربنا ان احنا ما نفرطش في الطعام كتير ونطبخ كتير ونرم كتير. نعمل على قد اللي احنا هناكله واللي يتوزع. انا الباقي انا اسخنه وحطه في علبه كويسه وجميله للبواب للسواق للراجل اللي هو في الكير تحت. اقدمها له وجبه سخنه وجميله اللي انا هرضيها عن نفسي ارضيها لغيري. دي اهم حاجه. كتر خيرك يعني ميرسي انك كنت معايا في الحلقه دي وانا مستنياك. ده في كونتنت تاني على الديجيتال بس مش هنعمله. لا مش وقت بقى يقطع علينا الحلقه. اوكي. قول للناس رساله بقى في رمضان. انت ما تبيش نصيحه ان احنا نخس. لا لا نخس ايه؟ لا لا اهو يعني قول لهم ياكلوا ايه في رمضان. بس انا عايز اقول لك حاجه. انا كنت خاسس. انت كنت وبعدين قبل ما ابتدي انت مش عارف ترد الرد الصحيح. قبل ما ابتدي مهنتي. ايوه مهنتي. لا بس انا قبل ما ابتدي التصوير تخنت شويه فما قدرتش اخس عشان ما بوظش الراكور. لا يا دوبك راكور راكور. بعد ما اخلص تصوير ابتدي الرجيم ان شاء الله. انا بالنسبه لي رمضان يعني المحبه التاخي اللمه الغير اللمه اللمه. هي انا اللمه الحلوه بحته جبنه قديمه بتبقى زي ان شاء الله يكونوا عيش ومش زي ما بجد بجد. ومش مش عشان انا بعمل برنامج الاكيل لا لا لا. طول عمري بفكر بالطريقه دي ان اللمه الحلوه تخليك تاكل اي حاجه اكنها الوز اللي عايز يعملها شيف شربيني. انا بالنسبه لي اهم طبقين في رمضان لازم يكونوا موجودين الشوربه والسلطه. دول اهم حاجه. ما تتريقوش بقى. الشوربه والسلطه يا جماعه. حطوا نوعين شوربه والسلطه عشان بس كده نظبط الدنيا. وفي الاخر خالص في طبق القطايف. ايوه تنسوا طبق القطايف. بوظتي بوظتي الشوربه والسلطه. انا هغمس بالسلطه ولا اغمس بالشوربه؟ بالسلطه. اتفرجوا على ساندرا هترد عليك تقول غمز بالخس. اتفرجوا على سفره. تبقى عندي من او من تاني يوم على طول لانها هتتقضى سلطات طول الشهر. خلاص ماشي. وانواع سلطات مختلفه. لا انا بحب السلطات وبعديها. انا بشكركم بحييكم. اتفرجوا على بنتك. بص مراد. مراد مش ممكن. خلاص يا مراد يا حبيبي هروحك بالطبق. لا لا انا مش قصدي عشان البلح. لا لا انا عاجبني الطبق بس مش اكتر. يا سلام. اتفرجوا على سفره في رمضان. هتقدم لكم وجبه متنوعه وعندنا كل انواع الشفات وكفايه اللي فيها صادقنا الشيف شربين. اشكركم اعزائي المشاهدين. ميرسي يا محروسه نورتينا. توتا وساندرا متشكره. مراد نورتيني. وبشوفكم ان شاء الله بكره باذن الله. ما بكره ما فيش اكل في مسلسلات. تصبحوا على خير. هذه لميس الحديدي.